السلام عليكم، معكم المستاري محمد، كوافور كولوريست فيزاجيست. كما وعدتكم في الفيديو السابق غادي نشوفوا طريقه استعمال لاغام كورليير. غادي نغسلوا شعرنا اون دوسور، ابري غنديروا لو ماسك، نخليوه ما بين 5 حتى 20 دقيقه، نشلوا شعرنا، ناخذوا فوطا ونشفوا شعرنا حتى نحسوا به ولا اوميد. من بعد غناخذوا لا كريم سون غانساج. غنحتاجو سيشوار و ديفيزور، هاد الفوم ديفيزور. من بعد غادي نهبطو راسنا لتحت وبهاد الطريقة من لي بوانت لاغاسين وحنا تنطلعو لا شوفوليغ ديالنا، والحرارة خصها تكون معتدلة، ما تكونش الحرارة سخونة، حتى نشوفو الشعر ولا ناشف. ابخي غادي ناخدو سيروم دو فينيسيون وغادي نعطيو له شويه ديال البروديه باش يكونوا بور فيكساسيون ديال لي بوكل او لا بريونس. من بعد غادي نحسو شعرنا دي بوكل هما ديفيني سون فريزوتي سون افي موسو. تنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، بارطاجيو باش توصل الفائده للناس كاملين. تسناونا ان شاء الله في فيديوهات جايين.